البروتكتيف ميوكوزا راح تروح. اوكي زين. فهنا انا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ريسك للجي اي تي بليدنج اند ulceration، راح يصير عندي نزف وقرحه. يعني هي مختصر لهذا الحكي كله ان البروستاجلاندينا بتحمي المعده والامعاء، من اجي اوقفها بواسطه النيزايد ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ulcer وبليدنج. تمام زين. agent with a higher relative selectivity for the COX-1، يعني اكو عندنا نيازايد تكون سيلكتيف اكثر شيء للكوكس 1، عندها higher risk for GIT event، يعني معناها انه الكوكس 1 هو المسؤول عن هذني المواد. اوكي لهذا انه احنا اذا ناخذ سيلكتيف كوكس 1 احنا راح نكون ب higher risk لل ulceration او bleeding. زين زين. يقول لي مقارنة انه احنا اذا ناخذ الكوكس 1 راح نحصل على الجي اي تي افكت اكثر، بس اذا اخذنا سيلكتيف شو اسمه يعني تكون اقل سيلكتيفيتي للكوكس 1، احنا كل ما نبتعد عن السيلكتيف مال كوكس 1 احنا دا نقلل هاي الادفيرس افكت. يا اما ناخذ مواد تكون نون سيلكتيف زين، او ناخذ مواد تكون سيلكتيف للكوكس 2. تمام زين. النيزايد شود بي تيكن وذ فود اور فلويد. اوكي لازم ناخذه ويا طعام او سوائل، لان قلنا انه هو ده ياثر لي على المعده. زين. If nazide are used in patient at high risk for GIT event, proton pump inhibitor or misoprostol should be used concomitantly to prevent nazide induced ulcer. يقول لي اذا احنا استخدمنا النيازايد، اضطرينا نستخدم النيازايد للبيشنت اللي عندهم جي اي تي او هم بريسك لحدوث الجي اي تي افكت او الادفيرس افكت اللي هي الالسر والبليدنج، يقول لازم نستخدم ويا الميسوبروستول. الميسوبروستول طبعا هاي هي المواد او هو دواء يفرز البروستاجلاندينات او يحفز صناعه البروستاجلاندينات هيك شيء. زين. او استخدم ويا بروتون بامب انهيبيتر اللي هي هاي مال انتاسيد وذن الشغلات. زين زين. هسه ثاني شغله من السايد افكت اللي هو increase the risk of bleeding، يعني يزيد عندي خطر البليدنج. زين اللي هو الانتي بليتليت افكت، يعني شايفين انه واحد اذا ياخذ اسبرين وينجرح زين النزف مالته ما يتوقف، يعني يستمر ربع ساعة مرات حتى نص ساعة. اوكي زين. هسه شي يقول لي الاسبرين هو يسوي انهبيشن للكوكس 1 زين، mediated formation of TXA2 and reduced platelet aggregation، هاي قلناها زين. For the lifetime of the platelet، يعني من 3 الى 7 ايام هذا اللايف تايم مال البليتليت. اوكي بليتليت اجريجيشن از ذا فيرست ستيب ان ثرومبوس فورمولايشن. يقول لي اول خطوه بتكوين الثرومبوس يعني الخثره هي تجمع البليتليت. اوكي يعني هسه اني من انجرح، خلينا نقول اني هسه انجرحت، اني ما اخذ لا اسبرين ولا اي شيء انتي بليتليت، انجرحت ايش راح يصير عندي؟ راح يجي هذا الثروم شو اسمه الثرومبوكسان وهذني الفاكتورز اللي تساعد على بليتليت اجريجيشن راح تسبب لي تجمع البليتليت، من تجمع البليتليت راح تتكون الثرومبوس، هاي بالحاله الطبيعيه. بس الشخص اللي ياخذ اسبرين هاي البليتليت اجريجيشن ما تصير او تتاخر يلا تصير، فلهذا انه واحد يشوف اذا شخص ياخذ اسبرين لا النزيف مالته راح يبقى مستمر، يعني يحتاج فتره طويله حتى يصير بليتليت اجريجيشن. زين. فاستقلنا platelet aggregation هو أول خطوة بتكوين الثرومبوس. And the anti-platelet effect of the aspirin result in prolonged bleeding time. يقول لي إنه تأثير الانتي-platelet إن إحنا دناخذ شيء مضاد للتكوين الانتي-platelet، فمعناها شنو؟ البليدنج تايم رح يكون طويل. زين. For this reason لهذا السبب الاسبرين is often
with the health for the least one week period of surgery. يقول لي لهذا السبب إنه الناس اللي يسوون مثلاً surgery وهم يأخذون أسبرين لازم يوقفوا قبل أسبوع من العملية حتى يروح الإفكت مالته، لأنه إذا صار نزف خلال العملية هذا الشخص ممكن إنه رح يستمر ينزف وممكن يموت بسبب إنه هو دا يأخذ أسبرين لازم يوقفه قبل أسبوع، وأيضاً أكو ناس يوقفوا قبل أسبوعين. زين النيازايد other than aspirin، يعني النيازايد ما عدا الأسبرين are not utilized for their antiplatelet effect but can still prolong the bleeding time especially when combined with anticoagulation. يقول لي النيازايد ما عدا الأسبرين إنه هي ممكن هي ما تشتغل كأنتيبليتليت بس هي همين تسبب لي زيادة بالبليدينج تايم، وخاصة إذا سوينا لها combination ويا الانتيكوأجوليشن الثانية، يعني ويا أدوية انتيكوأجوليشن. أوكي زين هنا شو يقول لي concomitant use of nizide and aspirin can prevent aspirin from binding to cyclooxygenase. يقول لي إنه استخدام النيزايد زين أو الأسبرين يمنع لي الأسبرين إنه يرتبط بالسايكلوأكسجينيز. أوكي patient who take aspirin for cardio protection، يعني الناس اللي ياخذون اسبرين حتى يحمون القلب مالتهم لازم انه يمتنعون عن استخدام النيازايد زين at least يعني 30 دقيقه period to the نيازايد. يعني يقول انه مثلا الناس اللي ياخذون اسبرين وياخذون نيازايد لازم يحطون فاصل بيناتهم تقريبا نص ساعه. تمام زين هسه يقول لي هسه نجي على الرينال إفكت. يقول النيازايد يمنع صناعة البي جي 2 والبي جي اي 2 البروستاغلاندينات زين ويقول لي هذني الشغلات البي جي 2 والبي جي اي 2 البروستاغلاندينات هي تحافظ لي على رينال بلد فلو زين maintaining renal blood flow that the synthesis of the PGE2 and PGE2 يقول لي إنه صناعة PGE2 and PGE2 normally تعاكس the intrarenal effect of the vasoconstrictor زين يعني هي مضادة للvasoconstrictor من هي PGE2 and PGE2. يقول إذا أنا هنا جيت ووقفت هاي البي جي 2 والبي جي اي 2 اللي هي بالاصل مضاده للفازوكونستراكتر، يعني هي شنو اذا مضاده للفازوكونستراكتر يعني معناها تسوي لي فازو دايليشن زين يقول اذا اجيت ووقفتها راح يبقى تاثير الفازوكونستراكتر زين ما راح يتغير زين من بقى تاثير الفازوكونستراكتر زين معناها شنو معناها صار عندي صوديوم ووتر ريتينشن زين ويصير عندي اوديما. اوكي يعني هسه هنا يقول لي النيازايد هي قللت صناعة البروستاغلاندينات اوكي اللي هي البي جي 2 والبي جي اي 2 ايضا زين يقول لي هاي البي جي 2 والبي جي اي 2 هي بالاصل تعاكس عمل الفازوكونستراكتر الانترارينال افكت اوف الفازوكونستراكتر. يعني شنو تعاكس عمل الفازوكونستراكتر؟ يعني هي تشتغل كفازو دايليشن هذني زين اني اجيت وقفتهن معناها وقفت الافكت مال الفازو دايليشن ايش صار عندي؟ صار عندي vasoconstriction. من صار عندي vasoconstriction معناها اش صار؟ معناها صار عندي sodium motor retention. من صار تجمع بالماء والأملاح اش صار عندي؟ أوديما. أوكي؟ زين ويقول لي patient with history of heart failure or kidney disease، يعني الناس اللي هي أصلا عندها مشاكل أو أمراض بالقلب والكدني زين يكون at high risk لاستخدام النيزايد. This effect can also decrease the beneficial effect of the antihypertensive. يعني يقول لي النيزايد من دي يسوي إنه من دي يشتغل على PGE2 والPGE2 دي يسوي لي صوديوم ووتر ريتينشن دي يسبب لي احتباس بالسوائل ودي يسبب لي زيادة بالضغط، وهذا التأثير مالته رح يأثر على الأدوية المضادة للشسمه انتي هايبرتنسيف يعني الأدوية اللي هي مضادة للضغط أوكي أو على أدوية الضغط زين in susceptible patient nizide have lead to acute kidney injury. وممكن إنه النيازايد بعض الناس زين يسبب لهم kidney injury يعني تأثيراته هواية على المرضى اللي يعانون من الهارت فيلر أو من أمراض الكلى. الجلوميرولاي and the arteriolase synthesis not only the vasodilator prostaglandin and PG1 okay but also the vasoconstrictor.
اللي هي الثرومبوكسان والرينال كورتيكال اكشن of these prostaglandin are renal vasodilation and maintenance of GFR or renal vasoconstriction and reduction of GFR اللي هو الثرومبوكسان A2. هنا أنا شنو معناها؟ دي يقول لي الجلوميرولاي والأكتريولاي يعني هاي اللي موجودة بالكدني هي مو بس تصنع البروستاغلاندينات اللي تسبب لي vasodilation. اوكي يعني مو بس تصنع البي جي 2 والبي جي اي، تصنع لي ايضا الفازوكونستراكتر اللي هو الثرومبوكسان اي 2 زين، والبرايمري رينال كورتيكال اكشن زين. سوري يعني انه هنا الجلوميرولاي والارتريولاي هي مو بس تصنع البروستاغلاندينات زين، لعد شو تسبب لي ايضا. هسه نكمل، يقول لي هنا هاي الجلوميرولاي والارتريولاي هي مو بس تصنع لي المواد الفازودايليتر اللي قلنا عليها البي جي اي 2 والبي جي اي 2، هي تصنع لي ايضا مواد الفازوكونستراكتر اللي هي الثرومبوكسان اي 2. اوكي يعني ثرومبوكسان اي 2 هو فازو كونستراكتر، البي جي اي 2 والبي جي اي 2 هي شنو؟ هي فازو دايليتر. اوكي هنا انا شو يقول لي شو اسمه برايمري رينال كورتيكال اكشن، يعني هذا تاثير الكورتيكال اكشن اللي هي هاي الغده الكظريه برايمري رينال كورتيكال اكشن اوف ذيس بروستاغلاندينات، يعني انه تاثير الرينال كورتيكال اكشن لهاي البروستاغلاندينات هو رينال فازو دايليتر اند مينتينز اوف الجي اف ار او رينال فازو كونستراكشن وريدكشن اوف الجي اف ار اللي هو الثرومبوكسان اي 2. يعني يقول لي تاثيرات هذين البروستاغلاندينات شو تسبب لي؟ تسبب لي اول شيء توسع الاوعيه الدمويه بالكليه زين، وتحافظ على شو اسمه، تحافظ لي على الجي اف ار اوكي او الرينال فازو كونستراكشن زين، وتخفض الريدكشن اوف الجي اف ار اللي هو مال الثرومبوكسان اي 2. يعني هي تحافظ على نسبة الجي اف ار للبي جي اي 2 والبي جي اي 2 بس تخفض لي الجي اف ار للثرومبوكسان اي 2. اوكي هسه نجي على الفازودايليتري رينال بروستاغلاندين ريليتيف ان يوني امبورتنت اندر نورمال سيركو circumstances but play a modulatory role after ischemia or in the presence of increased concentration of vasodilator substance such as angiotensin 2 والvasopressin or norepinephrine. هاي معناها شنو؟ يقول انه البروستاغلاندينات اوكي هي مو كلش مهمه، يعني تعتبر يعني مو كلش مهمه بالنورمال يعني بالحالات الطبيعية زين، بس هي يعني أهميتها شو وقت تصير؟ من يصير عندي نقص أوكي، من يصير عندي إسكيميا أوكي، أو بوجود increased concentration of the vasoconstrictor substance. يعني يقول إنه أنا من صار عندي إسكيميا أو تقل المواد اللي تسبب لي الفازوكونستراكتر، هنا أنا رح شو اسمه البروستاغلاندينات تلعب دور مهم زين. من هي الفازوكونستراكتر سبستانس اللي هي الانجوتنسين 2 زين، او الفازوبريشن او النور ابنفرين، هذني المواد الفازوكونستراكتر سبستانس من تكون موجوده معناها شنو؟ معناها اني راح احتاج لل شو اسمه فازودايليتر رينال بروستاغلاندينات، للبروستاغلاندينات اللي تسبب لي الفازودايليتر. من هي؟ اللي هي البي جي اي 2 والبي جي اي، هذين البروستاغلاندينات اللي هي تسبب لي الفازودايليتر زين. هنا انا شو يقول لي الاراتيدونيك اسيد يخفض لي الجلوميولار كورتيكال افكت اوف الانجوتنسين 2، ذيرفور كونكلودد ذات رينال بروستاغلاندينات بلاي ان امبورتنت فازوكوليتري رول. هاي معناها شنو؟ معناها انه الاراكيدونيك اسيد ايش راح يسبب؟ راح يخفض لي من الجلوميولار كونتراكشن افكت للانجوتنسين 2
اوكي يعني يخفض عملية الانجوتنسين 2 خلينا نقول. اوكي فبهاي الحالة ايش راح نستنتج احنا؟ انه البروستاغلاندينات اللي موجودة بالكلية هي لها دور بعمل او بتنظيم عمل الأوعية الدموية. ليش؟ لأنه قلنا الأراشيدونيك أسيد هو شيء يسبب لي يقلل من تأثير الفازو كونستراكشن.